السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكملين معكم في كل التجارب، في كل جديد غريب مفيد في عالم المحركات. التجربة دي بصراحة أنا استنيتها لي فترة، لأنه أنا قعدت أزن. فالستات الله يسعدهم النص الجميل في المجتمع ممكن مشهورين بالزن، بس أنا قعدت أزن على هذا الموضوع أكثر من الستات، فاللي هو على بخصوص هذا السيارة راح أشرح لكم. مشكورين شركة موتورز جيت، وكيل شركة ماكسوس وبايك. طيب الاثنين طبعا بيرجعوا عندنا، بنتكلم على شركة عملاقة هنا اللي هي شركة اسمها سايك. شركة سايك باعت عام 2019 قريب 6 مليون وربع سيارة. حصتهم السوقية تقريبا 22 وكسور في المية. لو قلنا من باب انه نحط رقم تقريبي 25% من السوق الصيني، تخيلوا شركة واحدة متحكمة في ربع سوق الصين بالكامل، وواحدة من اكبر الشركات في التصدير لخارج الصين. شركة ماكسوس طبعا هي علامة بريطانية، ام جي روفر اللي افتكر ام جي روفر وماكسوس والام جي، فهي من ضمنها علامة ماكسوس اللي استحوذت عليها. عندنا ام جي وعندنا روفر وعندنا ماكسوس، الثلاثة استحوذت عليهم شركة ماكسوس. خلوكم معنا اليوم نعطيكم كل جديد وغريب ومفيد في عالم المحركات، هنديكم التفاصيل، نديكم الارقام، ونعطيكم ليش انا قاعد ازن على السيارة دي، لان جماعة طفشوا مني. شكرا لشركة موتورز جيت بوابة المحركات، وشكرا لحلبة دي سكوير، ومكملين معاكم نشرح لكم على السيارة اليوم. خليكم معنا. استكمال حديثنا الله يسعدكم، قلنا شركة سايك أحد الشركات العملاقة موجودة في الصين. آخر مرة كنت في معرض الصين صورت لكم إياه. فالشركة سايك ما شاء الله عندهم روي، عندهم ام جي، عندهم ماكسوس، عندهم مجموعة كبيرة عملاقة. فيعني بس من ناحية بريطانيا شالوا روفر والماكسوس وام جي سوا بلعوها بالكامل وتوسعوا، وغير التوسعات الثانية كثيرة. الآن احنا اليوم بنتكلم على ماكسوس. ماكسوس مشهورة انه عملية الأداء الصلب، الأداء الصعب، السيارة حقت الأشياء الوعرة، التعامل الخشن، فهذه كانت علامتها معروفة في بريطانيا بالشكل ده، وهم الجماعة استحوذوا وكملوا فيها واستثمروا فيها. السيارات الفان البضائع، السيارات الونيتات، الركاب، أي شيء تبغاه للعمل والتجارة من ونيت أو فان بضائع أو باص، اللي هو يعني خلينا نسميها نص باص، خلينا كذا نسميها، أو نقل ركاب أو نقل بضائع، بنزين، ديزل، كل شيء موجود هنا. طيب الآن خلينا نرجع هنا الله يسعدكم. على يميني على يميني من وردة بستان، وعلى في عين اليمين وفي عين اليسار. طيب الشاهد، فعند الله يسعدكم على يمين هنا المحرك البنزين الأربع سلندر الاثنين لتر التوربو ديزل وستة سرعات. طيب الحلو كمان الله يسعدكم، السيارة هذه تجي دفع خلفي أو رباعي، الماكينة بالطول. عندنا هنا الله يسعدكم حاجة تانية اللي هي الماكينة الديزل البطل ده، وهذا سبب زني على الوكالة من فترة. نبغى سيارة دفع رباعي عائلية ديزل، ونبغى فخمة في مواصفات حلوة، نبغى السيارة تنافس الأسماء الكبيرة موجودة في السوق وبسعر أقل وأفضل للمستهلك، عشان المستهلك يلاقي خيارات أكثر في السوق بأسعار تساعده أكثر بمواصفات أعلى. حتى لو أسعار تقاربت شوية، على الأقل في مواصفات، يكون في كمية مواصفات value for money، في safety، فعندنا أرباجات، حفلة أرباجات، عندنا الله يسعدكم حساسات أمامية خلفية، عندنا كاميرات 360 درجة، عندنا ديفلوك خلفي، يعني ما شاء الله عاملين شغل جبار. طبعا هنا الميزة، الجماعة حبوا ينافسوا وحابين يدخلوا بقوة، فمعلش خليني أشيل لكم دي شوية. والاكسسوار حاطين لكم ماكينة بالعرض، بس هي الماكينة بالطول. على قول اخواننا المصريين، استاذ خلف خلاف خلف الله المحامي. فهذه الله يسعدكم، شو هذه الماكينة عندنا الله يسعد. طيب الان يا سادة اكرام، ستة سرعات، ثمانية سرعات زدف الماني، توربو واحد، اثنين توربو بنزين ديزل،
360 نيوتن متر الى 375 حسب الفئه وحسب السوق وحسب مواصفه، 480 نيوتن متر، والونيت منها 500 نيوتن متر. توين توربو، في 2 توربو 4 سلندر 2 لتر توربو، 2 لتر توين توربو ديزل، حتى مكتوب في الخلف في العلامه حتشوفوا في شنطه السياره مكتوب في ظهر السياره مكتوب كلمه باي توربو. طبعا دي كلمه باي توربو المسمى الامريكي كان ايام زمان الكالوي الكورفت كالوي المعدل، بدل ما يقول لك الاوروبيين توين توربو فالامريكان باي توربو، النتيجه واحده. فهذا الله يسعدكم الاداء حق السياره. طبعا عمليا شايفين هنا حمايه من حراره التوربو. نعتذر السياره شويه مغبره لانه سياره جديده كارت لسه يعني اخذينها من الوكاله عشان اصور لكم هي، وانه لو سمحت بالله حسن نبغى السياره فيعني خلي يدك ورجلك خفيفه عليها. فقلت له ما نعرف اي درجه بتتكلم عنها بس ما عندكم مشكله. فهذا الان طول السياره 5 متر ونص، مش 5 متر ونص، 5 متر ونص سنتي. فبالنسبه لمنافسينا ان كان الام جي ال ار اكس 8، ان كان الشانجان، ان كان البرادو او حتى الفورتشنر، السياره جايه كطول كعرض كارتفاع داخل منافسه عنيفه مع كل المنافسين لان ما شاء الله فارعه الطول. ثلاثة صفوف ركاب، سبعة ركاب، دفع خلفي، دفع رباعي، إذا دفع ألماني، جيربوكس زي ما تكلمنا عليه. طبعاً أنا الآن خلينا أقول لكم جزئية بسيطة في الأرقام عشان أشرح لكم سادة كرام الموضوع وسيدات يا كريمات، عشان أشرح لكم الموضوع بشكل أرقام. لما جيت أخذ البطل حق هناك كنت أبغى سيارة ديزل، ابغى عملانيه الديزل، مو فارق معي الصوت كثير، وابغى عمليه اني انا اوفر في الناحيه الاقتصاديه، اوفر في صرفيه البنزين لاقصى حد ممكن في الاستهلاك. فطبعا الونيت حلو عجبني، بس طبعا ما كان في فان، عفوا ما كان في سياره دفع رباعي مقفله، فاضطريت اقفله عشان احط الاوزان اللي بحط الشنط الاشياء، والاوزان اللي بحطها بالخلف اقدر احطها، اقدر اخش في مناطق وعره كثير لانه عزم الديزل جبار. فلما عملت معادلتي في السوق كانت هذا 4 سلندر، وخلينا نتكلم هنا الله يسعدكم بالارقام، ركزوا معي في الارقام. لما دخلنا على 4 سلندر 2 لتر توربو ديزل، فكان في الاسوزو، الاسوزو كانت على الدي ماكس على حوالي 360 380 نيوتن متر، كانت في الهايلوكس الماكينه الصغيره كانت اقل العزم، كان في عندنا هذا الباور النت حق الهافل كان عندي 400 نيوتن متر، والنيسان النافارا 403، بس هنا الجير بوكس 8 سرعات والمواصفات كانت موجوده هنا فاز. الان اذا هذا الارقام على 4 سلندر 2 لتر، لا والله حسن ابغى ارقام اكبر من كده. طيب عندك يا طول عمر ما دام حنتعدى الارقام هذه عشان نجيب عزم اعلى، فلانه في 2 لتر هذه كانت من اعلاهم هي والنافارا، فدخلنا في موضوع انه الفورد الرينجر اللي هو الونيت حق المازدا بشكل اساسي كان 5 سلندر مش 4 ومش 2 لتر، 3200 سي سي يعني 3.2 لتر، وهنا بنتكلم يعني 3.2 لتر في الرينجر وهنا 2 لتر، هناك 430 نيوتن متر وهنا 400. اذا طلعنا على الهايلوكس ال 2800 وصلنا ل 500 نيوتن متر. الهايلوكس ال 2800 سي سي الونيت من هذه جاي 500 نيوتن متر، وجاي جيربوكس 8 سرعات اوتوماتيك زدف. هذا الفان العائلي على 480 نيوتن متر توين توربو، بدل ما انهم يكبروا سعه المحرك زودوا التوربوهات مع فعاليه الاحتراق والانتر كولرز والتبريد عشان تسحب، تبغى عزم، تبغى تحمل، تبغى تخش رمل، بتعطيك كل شيء، ودفلوك خلفي من احلى ما يمكن. هذا باختصار بسيط لعبه الارقام. الاسعار حنحط لكم الاسعار، حنحط لكم الصيانه، حنحط لكم كل شيء. طبعا المحرك الديزل يجي كمان فئتين، يعني هنا البنزين يقول 4 سلندر 2 لتر، الديزل يجي فئتين، في 4 سلندر 2 لتر توربو ديزل توربو ديزل واحد، وفي الباي توربو توين توربو، هذا يجي كمان اعلاهم في السعر واعلاهم في العزم طبعا. فهذا باختصار الان لعبه الارقام خلصنا منها. خلينا نتكلم الان شويه على السيارات وعلى المواصفات، خلينا نقفل دي بعدين، نتكلم على السيارات والمواصفات. فتحات تبريد اماميه، الجنوط هنا كونتيننتال، حنتنقل بين السيارتين حسب الفئات. هنا مقاس الكونتيننتال الله يسعدكم الالماني 255 على 55 ار 19، وهناك الجنط 21 مش 19 كونتيننتال الماني برضو كمان. وعندنا الله يسعدكم المقاس 265 على 45 زد ار 21، فهنا 265 العرض، هنا 255، هنا الارتفاع 45 لانه الكفر اعرض، هنا عشان الكفر اقل ارتفاع فجاي اقل عرض جاي 255، هنا على 21، هنا على 19.
فطيب عندنا فتحات تبريد أمامية، لمبات LED، كاميرات، حساسات أمامية خلفية، ثلاثة صفوف ركاب، مكيف بارد، مواصفات ممتازة، ديف لوك. بالتحكم في وضعية رمل، طين، تلج، تغريز بمنتهى البساطة، بس تحرك على يدك الزر كده يمين وشمال والسيارة هي ترتب الباقي كله. وضعية اقتصادية، وضعية رياضية، ايرباقات، حفلة ايرباقات أمامية خلفية كاملة. إذا حبينا نقرب شوي الله يسعدكم ونستمتع بتكشيع النايلون من على السيارة، فعندنا هنا جلد أو فينيل متخيط بلاستيك على شكل كاربون فايبر، عنده نظام سمعي. داخلية عندنا هنا كمان ايرباقات كاملة في الكرسي وفي الجوانب، في المقدمة، في المؤخرة. عندنا كراسي جلد مخرم، ذاكرة ووضعية وتسخين الكراسي، الكرسي الأمامي مع ذاكرة. عندنا الديزل، هحط لكم بطايق البنزين والديزل كمان الله يسعدكم بالتفصيل الممل عشان ما تضيع عليكم أي معلومة. الصف الثاني، وهذه ترى نرجع ثاني مرة مع طول السيارة، واحدة من أطول السيارات وأوسعهم مساحة داخلية مقارنة بالمنافسين، إن كان تكلمنا على الفورشر، تكلمنا على MG RX-8، تكلمنا على الشانجان CS95 أو على البرادو. وطبعا زي ما قلنا الله يسعدكم، بس بسحبة يد هنا كده تتحرك الكرسي للأمام. عندنا مساحة، شوفوا جماعة الخير، أنا ما حقول مساحة الصف الثالث واسعة جدا، ما لم يكون معك ما شاء الله يعني باص فان حجز كذا، لكن مقارنة بمنافسينها في منافسة في مسافة مقارنة بمنافسينها في مسافة جلوس لا بأس فيها أبدا. خلي الكاميرا تقرب فيها الكاميرا ليش تشوف. إذا حبينا نجي للخلف الله يسعدكم، فور ويل درايف باي توربو، هذه توين توربو الدي 90 برو، دخلنا في شغل عادة برو بروفيشنالز هنا. وعند الله يسعدكم شكمانين فعليين، ما هم شكمانات اللي هي ديكور بس، لا شكمانات اثنين فعلية شغالة. زي ما قلنا كاميرا خلفية، في كاميرات 360 درجة. وعندنا هنا الله يسعدكم الكراسي الخلفية، مساحة تخزين حلوة، فتحات التكييف الله يسعدكم كمان ما شاء الله في السك. واحدة من الأشياء اللي عجبتني فتحات التكييف للصف الثالث واحد واثنين، والمقدمة مكيف بارد. عندنا هنا كمان مكان لأكواب موية للصف الثالث أطفال. عندنا باور أوتلت لو أحد يبي يشحن شيء، 12 فولت، مخرج طاقة، طفاية الحريق. هذا اختصار. إذا حبينا نشوف الشكمانات تحت، معلش أعذروني مع رجلي، هذا شكمان والشكمان الثاني. داخل الشكمان ده في شكمان الصغير اللي جوا. تكفيل الشنطة، ضمان 5 سنوات 130,000 كيلو. السيارتين متماثلتين في كل شيء، بس أنا مركز هنا على الله يسعدكم على المحرك والجير، لأنه هنا 8 سرعات 6 سرعات، وطبعا ما شاء الله التوين توربو هي واضحة معنا كلمة توين توربو. طيب إيش في عندنا شيء تاني؟ الشاشة السواق 8 إنش. خلينا نشوف مساحة الجلوس الخلفية أصل أول في الخلف عشان كالمعتاد نقيس لكم هي. طبعا مع حكاية كراسي إنه مخرم الله يسعدكم هنا في المنطقة دي وفي الظهر، آيزوفيكس لكراسي الأطفال. طبعا يا جماعة الخير الله يسعدكم، بس عشان باب التأكيد ثواني خلينا شوية فرصة الواحدة يشيل النايلون حقها. اللي بنقوله الله يسعدكم احنا بنشرح على السياره هذه، بس حنجرب لك وحنحط الصيانه والتسارع والارقام حقت السيارتين والتسارع، حنجرب السيارتين، بس انه هي السيارتين ايدنتيكال صوره بالكربون، بس القلب النابض هو اللي مختلف. انا عجبني هنا بصراحه، انا مايل مع القلب النابض توين توربو، توربو توين توربو ديزل، يعني اخذت 480 نيوتن متر العزم. يعني انا كده بصراحه الارقام كلغه الارقام تتكلم، وتسلطنت انا ويعني مزاجي عال العال على قول الاخوان المصريين على العزم. طيب مكان هنا للاكواب، قلنا الايزوفيكس كراسي الاطفال، معلش اعذروني شوي استنوني في كويس انه في مقابض ياد هنا نطلع، مع انه انا رجل لوحد عندي مبنشره شويه، الكفر مبنشره اليومين دول. ادعوا لنا ان شاء الله قدامنا كمان اسبوع ونفك الجبيره. طيب الكرسي الامامي، خليني اقفل الباب هنا عشان كمان تيار الهواء، والمصور ما يبتدي يديني العين الحمراء كده ويصغر لي وبيخوفني. فطيب هنا الله يسعدكم الكرسي راجع للخلف للاخر، عندي هنا مسافه اصبعي تقريبا، اوكي تقريبا، ومن السقف ما شاء الله تبارك الله
سبع أصابع، أنا طولي 180، الوزن كلاسيفايد سري، ممنوع ولا حتى جيمس بوند 007 يعرف وزني كم، ولا أحد. المدام حتى إذا سألتني سؤال ده أقول لها والله ديس يعني معلومات شخصية جدا وما تصح تعرفها. فأي نعم الحمد لله بخس، بس يعني عامل زي اليويو طالع نازل في الوزن. anyway خلينا نتكلم. الكراسي تتقسم 40-60، تطبق الصف الثاني والثالث، مساحة التخزين رائعة وجبارة عند تطبيق كل الكراسي. إرباقات، حفلة إرباقات أمامية جانبية خلفية مع الكراسي كمان. إذا نشوف هنا القماش الأسود اللي هنا واللي هنا، القماش السوداء الصغيرة دي اللي موجودة، هذه الإرباق اللي في الكرسي، فتحات التكييف قلنا مكيف بارد، عندنا تكييف تحكم في التكييف الخلف، عندنا هنا كمان 220 فولت الكبس الكهرباء بوضعيتين، وعندنا ولاعة، وعندنا USB، كلها موجودة في الخلف مع التحكم في الصف الثالث. اللي يبغى سيارة تويوتا فورتشنر MGRX8 شنجان CS95، اوكي على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، ومنافسينهم مثلا اللي يبغاها ديزل المازا 69 خيار ممتاز كمان، بس نفترض واحد يبغاها شوية مرتفعة لفوق، يبغى يدخل رمل يعني في طريقه فيه رمل، بيطلع مزرعة بيطلع بر بيطلع ديرة بيروح مكانك، ويبغاها ديزل ما يبغى يخش في صرفية بنزين، يبغى والله يا جماعة الخير أنا أبغى ديزل، فأعتقد هذه كسيارة تعطيه خيار جدا ممتاز. بثلاثة صفر ركاب، بس أنا كعادة مثلا أنا كحسن كأسرتي بتلاقي دائما اخذ السياره 3-0 ركاب، بس مطبق الصف الثالث نادر لما نفتحه، اذا جات واحده من اخواتي، جات الست الوالده معايا وما شاء الله احد من الاحفاد، فنبتدي نفك الصف الثالث. عاده بستفيد من الصف الثالث انه مساحه شنط، لانه انا سفر يمكن كثير فعلى البر او على المطار، فبرمي شنط اترس شنط مقاضي اي حاجه، حطوا اللي تبغوه بالكامل. احيانا بغير طقم الكفرات الاربعه ما شاء الله جنود 19، حط الاربع كفرات ورا ما عندك مشكله، ففي مساحة تخزين كبيرة في الخلف هنا بدون ما تحتاج تطبق الصف الثالث. حبيت أطبق الصف الثالث فعندك كمان مساحة مضاعفة. مساحة التخزين عندهم عالية لأنه السيارة ما شاء الله رايحة طول بعرض بارتفاع، فتديك وسع داخلي كبير جدا، وزي ما قلنا السيارة طولها 500.5 سنتيمتر، يعني 5 متر ومش 5 متر ونص متر، 5 متر ونص سنتي إجمالي طول السيارة. خلينا نطلع الكراسي الاماميه نشرح لكم عليها، وبعدين نبتدي نعمل عمليه نجرب التسارع في الاثنين وعزل الصوت والباقي التفاصيل الثانيه. خليكم معنا ومكملين معكم ان شاء الله. مفاتيح السياره صغيره كذا حلوه كتكوته، ما هي فانسي فخمه لكنها يعني على قد سعرها تقضي الغرض. فتح الشنطه، فتح الباب، تقفيل الابواب، اكثر من كذا ما في يعني، فايش نخلي حماسنا كده شوية على قدنا. كنت أتمنى يكون فيها تشغيل عن بعد لأنه يطلع شيء ظريف. طيب نقول بسم الله نشغل السيارة. طيب خلينا نقول بسم الله، الصوت شوية. طيب التكييف نحطه دقيقة عشان نساعدكم، مش يعني مهم جدا الحركات هذه، مركزين معايا. لو بعين كلمة هنا تاني الله يسعدك، هذه كمان ايه لازم جدا الواحد يحس انه كذا قشع السياره وقشع كل شيء ملصق عشان. طيب يلا نجي هنا نقول بسم الله، ماني شايف شاحن جوال اوكي، فيا ريت كان فيها شاحن جوال، لكن طيب نتكلم الان على اللي في يدنا. تسخين كراسي، تبريد كراسي موجوده يمين وشمال للاثنين، تسخين الاثنين وتبريد للسواق شايفه. عندنا هنا نزول من على منحدر الاوتو ديسنت تساعد، فصل التحكم في التماسك، الاوتو حق اللي يفصل يشغل الماكينه وهي واقفه في الاشاره، عندنا الدف لوك وعندنا الخروج عن المسار، جير بوكس دف الماني، 8 سرعات، ابل كار بلاي، ومعلومات السعر تشابك فيها بالكامل، الفيكل كنترول. ايش تبغى؟ تبغى الارم، تبغى الصوت، الصوت تبغى لما تطلع مرتفع عادي شو اسمه منخفض، تحدد تشبك التليفون طبعا بالسلك او البلوتوث كونكتيفيتي، الاير كونديشن، ثاني تكييف. طيب خلينا نرجع ثاني هنا، ابل كار بلاي اهي تشبكها بسلك، وايزي كونكشن اللي هي البلوتوث. طيب
وعندنا هنا البلوتوث. يعني البلوتوث ان اللي هو التحكم في صوت السماعات عن طريق البلوتوث. طيب الراديو واليو اس بي. طيب خلصنا الشاشه هنا. عندنا هنا نجي للزر الثاني، الوضعيه الثانيه اللي نتكلم عنها. طبعا في عندك معلومات كثير عن طريق الشاشه تتحكم فيها، لكن خلينا نتكلم هنا جزئيه سهله. هنا الوضعيه الرياضيه بتبان معنا في الناحيتين. طيب الوضعيه الاوتوماتيكيه، الوضعيه الاقتصاديه، وضعيه الثلج، ووضعيه الطين الرمل اكرمك الله، وضعيه الرمل هنا، هنا وضعيه الرمل والطعوس. ف وعندنا هنا روك مودين، عندك هنا وضعيه الصخور. طيب اللي هي الكرولينج، هذه كمان هذه جدا جميله عمليه الكرولينج. روك مود سيلكت اند ستوب اند شيفت تو ان عشان يعشق من تحت الدبلات. طيب الديف لوك اهو صار لونج بوتن. اوكي نشوف معنا هذا باختصار يا ساده الكرام. السياره بتقول لك اخوي اضغط ضغطه زر انا اسوي لك الباقي كله. المكيف بارد ما شاء الله، كيف المكيف عندك؟ فوق بارد عندك؟ المكيف بيقول لك مراجل قاعد ورا مبسوط المكيف الحمد لله. لان عجبني جزئيه انه المكيف امامي ما شاء الله اربع فتحات وصل للخلف، الفتحتين اللي في السقف وفي الصف الثالث فتحتين، افضل من عمليه الهواء اللي يطلع من تحت. بيكون الهواء البارد ثقيل، فلما بيطلع من تحت غير ما يجي نازل من فوق، بيجي نازل من فوق وثقيل بينزل اسهل ومساب افضل، وعمليه التبريد حتكون اسرع. هذا باختصار مفيد، سيارة عائلية ما هي رياضية، مع ذلك حنجرب التسارع والامور هذه كلها. تيبترونيك 8 سرعات عندنا هنا، وضعية انا دائما ارجوكم يا سيدات وسادة حتى السواقين حقونكم، يعني مثلا دائما اشوفها عند ناس كثير في العيلة يبغى يشغل النور وينسى مع انه حريص، فاقول له حط النور على وضعية الاوتو، اوتو، شوف الله يسعدكم وضعية الاوتو. طيب من يوم ما احط النور على وضعية الاوتو خلاص السيارة في الظلام هتشغل. هنا انا حاطتها اوتو، يعني شايفين العلامه السهم على كلمه اوتو، في الظلام هي تشغل نفسها، اذا الدنيا غيم ومطر والرؤيه مظلمه شويه هي بتشغل نفسها، اذا دخلت نفق هي بتشغل نفسها، واذا في نهار شمس هي بتطفي نفسها، هي عارفه كل شيء. انت تنسى هي ما حتنسى، انت يمكن ما تنتبه هي منتبهه، وبالشكل ده ما في مخالفات مرور ولا في عمليه خطر على حياتك وحياه غيرك. هذا باختصار مفيد الله يسعدكم. وضعيه الزر هنا حق التنك البنزين موجود عندي في الباب، الكابوت هنا، انا كان عندي الهافال شويه غريب الونيت الباور موجوده الاثنين تحت هنا، الكابوت والباب والتنكي موجودين تحت هنا مره، هنا لا اقرب لليد شويه. طبعا مع عمليه انه زر فصل الشبابيك عشان الاطفال، عندنا الايزوفيكس، عندنا ارباقات كامله. بس هذه باختصار مفيد عمليه السنترال لوك تقفل من عندك هنا، ما ماني شايف انه كمان لو في تشايلد لوك اضافي ما في. باختصار السياره فيها اشياء حلوه كثير، ممكن اشياء ثانيه تتحسن كمان تتجمل كداخليه، بس اعتقد يا جماعه مركزين على جزئيه اوكي جلد فخم وحاجه زي كذا بعطي لك اياه، معطينك علامه ماكسس نفسها بتركز على العملانيه على الصلابه على الخشونه اكثر ما بتركز على عمليه انه انا فانسي وفخمه مره، فعشان كذا يمكن تلاحظوا السياره رايحه ستريت فورورد. عملانية مميزات حلوة، كنت أتمنى يكون عندي شاحن هنا كمان، شاحن جوال وايرلس كانت تكون لطيفة. ما حقدر إنه مثلا كنت أتمنى يكون في عندنا هيد أب ديسبلاي، لكن على سيارة 3.0 ركاب عائلية ما هي فخمة، أنا أعتقد المواصفات الموجودة في السيارة رائعة إلى الآن. في نقطة ثانية الله يسعدكم، غير إنه طبعا عندنا هنا الرادار الذكي، في فئات يعني الآن في فئات جاية وفي فئات ثانية إضافية جاية، فشاحن الجوال موجود في سعر البنزين، في الديزل الفئة دي ما في، لكن أنا متوقع إنه في فئة ثانية إضافية حتجي، حيكون فيها كمان يمكن بعض النواقص اللي نتكلم عنها الآن إنها حتتوفر، ولا وبصراحة مستنى الونيت حقهم الدي 90 البيك أب أبو 500 نيوتن متر الديزل، العزم حقه أبغى أشوفه هذا. عندنا عملية هنا كمان الله يسعدكم، المراية كبيرة ما شاء الله موجودة، المناطق العمياء موجودة بيضاء، وعشان لا يكون في عندك الأي بيلر عريض، فعشان سلامة الناس لا سمح الله انه ممكن يكون احد على بسكليته احد ماشي بتقطع شارع ما تشوفه او برجوله، فعندك هنا القزاز عريض وعندك فتحه اضاءه او رؤيه جانبيه كمان لا باس فيها ابدا. المرايا عشان يساهموا في عمليه تخفيض ماكينه الديزل ما هي يعني بالضروره انها هاديه جدا، فعشان يخفضوا شويه في عزل الصوت الازعاج، لو تلاحظوا المرايا ما هي لازقه في الباب طالع لبرا عشان تدي وسع تغطية أفضل وتديكم عملية أنه شوية تخفض نسبة الإزعاج والصوت والاحتكاك الهواء.
الكاميرات 360 درجة، وإن أنا عشان حركت للدي لأنه تقدم للأمام والمقدمة، طلعت المراية الأمامية، الكاميرا الأمامية عفوا، الجانبية، الخلفية الأمامية، وهي 360 درجة. ال 12 إنش 8 إنش الموجودة عندنا. السرعة القصوى 136.9، كأنها 137 كم في الساعة، من 0 ل 60 في 5.31 ثانية، من 0 ل 100 في 12 ثانية بالضبط جابتها السيارة. نسبة الإزعاج 66 ديسبل على جنوب 19. هذا طبعا هذا العزل الله يسعدكم، الإزعاج في الماكينة الديزل. الآن حنجرب التسارع ونسبة العزل الصوت في الماكينة البنزين. نسبة الإزعاج جابت 65، عفوا البنزين جابت 65، ماشي نزلت الآن، لكنه هي كانت جابة 65 ديسبل. نسبة الإزعاج الحين أقل، لكن جابت 65.1 مع وجه الدقة 65.1. الآن الله يسعدكم، من 0 ل 100 البنزين كانت أسرع 10.71 ثانية، طيب ومن 0 ل 60 برضو كانت أسرع، شايفين النور الأخضر. لكن كل ما ابتدت السرعة تعلى، لأنه هنا الخط شوية أكثر من الخط اللي كنا نجرب فيه أول، كل ما السرعة هنا بتعلى هنلاحظ أنه التوين توربو الديزل جاب سرعة أعلى 136.1 تقريبا، فإذا ما أنا غلطان، إذا ما خانتني الذاكرة، فهتلاقوا إنه القومة أو التسارع من 0 ل 100 كان في صف السارة بنزين، لكن كل ما لو كملوا سارتين مع بعض التوين توربو الديزل بيسحب وبيتفوق شوية على السارة بنزين، وبيكمل زيادة العزم ما شاء الله ل 480 نيوتن متر مقارنة ب 360 نيوتن متر، فيبتدي العزم يسحب معانا لقدام. هنرجع نقول ما هي سيارات تسارع ولا هي سيارات أداء رياضي، بس إحنا بنحابين نجرب لكم كل شيء، نوري لكم كل شيء عشان يكون عندكم علم في الموضوع الأكثر ولا أقل، عشان اللي حابب يعني يقرر أو يكون عنده اختيار أو يفكر يصير عنده معلومات كاملة متكاملة. طيب الآن حسن بنزين يورو، إحنا 2 يورو 3، حينزل يورو 6 على أسعار كيف. طيب حاليا بعد زيادة سعر الديزل صارت 36 هللة تقريبا سعر اللتر، احنا على يورو 2 يورو 3 ديزل عندنا، ما هو ديزل النقي او النظيف، او لو ديزل 5 يورو 5 يورو 6 يورو 7 تقدر تجيب مثلا المرسيدس والبورش او البي ام دبليو الديزل، لكنه يوم ما ينزل الديزل يورو 5 عندنا تقريبا السعر متوقع يكون اغلى، لكن في كل الاحوال حيكون المدى حق التنك الديزل حيكون ابعد وأوفر لك من مدى البنزين، ولو توحدت الأسعار حيكون الكيلومترات اللي بتاخدها في تنكي البنزين أكثر من الكيلومترات اللي بتمشيك هي تنكي الديزل، عفوا الكيلومترات تنكي الديزل بتمشيك أكثر من كيلومترات تنكي الديزل. فحتى أسوأ سيناريو لو ارتفع سعر الديزل حيكون الديزل بيمشيك أكثر وأوفر واقتصادي أفضل من البنزين. البنزين أدانا قومة، الديزل أدانا باقي سحبه وفي الخط مكمل في سحب في التحميل الأوزان، سحب الأوزان الديزل حيكون أفضل.
فلذلك هذه الوضعية لو قلنا يورو 3 أو يورو 5 ارتفعت أسعار الديزل، نزلت أسعار الديزل. متوقع طبعا يكمل أسعار الديزل السعر المنخفض حاليا اللي موجود يكمل للديانات وسعرات الشحن والنقل، لأنه لو ارتفع على الكل كل الأسعار السلع والمواد الغذائية واللبس والنقل وكل شيء هيرتفع، لأنه كل النقل بيعتمد عليه. فما أعتقد حيكون عندنا نوعين، نوع رخيص للشحنات وسعرات شركات النقل، ونوع الفخم لكم يا فخمين على السيارات الفخمة. شكرا لكم، نراكم على خير. خلينا نجرب السيارة في الطعوس شوية كده يعني على قد أسنانا. قالوا جماعة سيارة جديدة لو سمحت نبغاها لسه ما تمرنات الطيب، فحنجرب بس الطلعات اللي هنا، نجرب الدفلوك ونجرب خلوص السيارة في الارتفاع والنزول. خليكم معنا نجرب دحين الجزء الأخير ونقول لكم استودعناكم في حفظ الله ودعاته وأمانته. الآن حنضغط على زر الدفلوك ونجرب نشغل الدفلوك زي ما وريناكم قبل كده. شبكنا الدفلوك ولكنه شيء صار خلاص، نطف السيارة قدام. هذا زر الدفلوك، حطينا السيارة على النيوترال على الان الفاضي، وضغطة طويلة بدينا يشغلنا الدفلوك. شفنا السيارة ايش اللي صار معنا الان لما كفر السيارة تعلقت. فبوريني بالقراءة هنا في العداد انه بيلف الكفر بسرعة 4-5 كيلومتر في الساعة، بس ما هي قادرة السيارة تمشي لقدام لانه في كفر بيهدر الطاقة. ايش اللي بيصير الديفرنس؟ الديفرنس احيانا كأنك انت بتلف في الملف الداخلي لليمين بسرعة عالية بسرعة بطيئة وبتلف يسار. اللي بيصير انه الكفر اللي في الملف الداخلي بيلف الكفر اقل لانه الزاوية في الارتفاع، فالكفر ده بيلف اقل مع نقيض الكفر ده اللي في الخارج بيلف اكثر عشان مسافة اللفة من ناحيته من الخارج اطول. فيبتدي ديفرنس ادي ده طاقة اكثر وده طاقة اقل عشان يفاضل بينهم عشان يلفوا. فانت نفسك مثلا تيجي لما تلف برجلك اكنك الله يمين، احيانا يكون مكان ضيق فتلاقي نفسك انك مرور كان رجلك اليمين كده برمت ودخلت كده، لانه بدل ما انه ايش لو زاوية في درجة قصيرة او ضيقة ما بتلف زي السيارة. نفس الشيء نفس المبدأ. الان لما تطلع في رمل ولا في غيره فالكفر اللي بيعلق في الهواء يبغى طاقة اكثر، ابغى اكل، ابغى طاقة، اديني يا محرك، فبديله بس السيارة ما بتتحرك. الدفلوك قفل الديفرنس التفاضلي اللي بيفاضل بينهم، كل واحد ياخذ الدلع اللي يبغاه الطاقه اللي يبغاها، بيقولوا لا وقف هنا، انت قاعد تبعزق طاقه المحرك، انت بتهدرها، انت ما بتستفيد منها، كفر داير في الهواء، عندي كفر واحد على الاسفلت، الكفر ده كفيل انه يطلع الثلاث كفرات الثانيه لو معلقه ومغرزه. فالديفلوك ايش بيسوي؟ بيشوف طبعا لو في عندنا تو ديفلوكس افضل من واحد، لو يكون عندنا 3-3 بيكون افضل، زي مثلا جي 63 كانت اللي كانت ثلاث محاور كان فيها 5 ديفلوكس، ومع ذلك في ناس ما شاء الله يعني رهيبه برضو غرزوا بالسياره ما انت عارف كيف. المهم ايش اللي بيصير في الدفلوك الله يسعدكم؟ بيقفل الكفر اللي بيهدر الطاقه بيقفله، الكفر اللي ماسك في الارض بيديله الطاقه. فبالشكل ده تلاقي كفر واحد او كفرين او ثلاث كفرات بتطلع السياره من الحفره من المكان اللي هي معلقه فيه، ومنتهى البساطه انتهت المشكله بغمضه عين قبل ما تحصل بمنتهى اللطافه. هذا كل ما في الموضوع. الله يسعدكم، كيف طلع السيارة. وطبعا عندنا زر الفصل التحكم التماسك. الآن في دفلوك سيارات ذكية، من يوم ما تشبك الدفلوك والدبلات هي تفصل جهاز التحكم التماسك. بالشكل ده انتهينا وصلى الله وبارك. خلينا نتكلم سيارة مدينة مع شوية رمل، لكن اللي حابب يدخل فيها رمل أكثر تعديلات بسيطة زي اللي أنا سويت على الونت حقي، ليفت أب كيت، سنوركل، أشياء تانية، أعتقد حتكون تصفيح السيارة من تحت حتدي سيارة مستوى تاني من أنها تصير وحش قادر انه يخش في مناطق اكثر واكثر واعره. شكرا لكم، كيف بارد ما شاء الله، عزل الصوت لا باس فيه على حجم المقاس الجنوط والنسارة الرباعي، وجيب لك انا عجبني جدا المكيف والوسع الداخلي، صرفيه البنزين العزم، وخصوصا العزم كمان لقيناه على سرعات اعلى ابتدى يتعدل من سيارات البنزين، فاعتقد شيء جدا حلو. واتمنى ان شاء الله نشوف لهم تطور اكثر كمان في قطع الغيار وفي الصيانه وفي الامور الثانيه ما شاء الله، وفي التوسع اللي قائمين في الشركه. شكرا لكم.